قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عبد الخالق العزاوي أن السياسة والفساد يمثلان 70% من أسباب تفجير أبراج الكهرباء في العراق، وأضاف أن تفجير أبراج الكهرباء لن يتوقف ما دامت هناك أجندة سياسية خبيثة مستفيدة من عمليات التخريب، بالإضافة إلى تدفق أموال طائلة في جوب الفاسدين خاصة، مع تأكيد بعض المحافظين بأن بعض المقاولين يقفون مع ساعات الفجر الأولى أمام الأبراج المدمرة لغرض إعادة تصليحها بعشرات الملايين من الدنانير، مؤكدا أننا نعتقد بأن من يفجر برجا هو أخطر من الإرهابي ويستحق الإعدام فوراً.